أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من صحيفة الأيام، في محافظة دمار تبحث عن من فقدوا وظائفهم، طيار يبيع القات ومؤسس كلية الهندسة بائع متجول للذرة. ومن المصدر أونلاين، مدينة التاريخ والقبيلة والسلاح تتلمس طريقها نحو المستقبل. ومن موقع المشاهد، ميليشيا الحوثي تستولي على 150 شقة سكنية في الحديدة وتمنحها لقياداتها. وأخيرا من البي بي سي ومن الأخبار المنوعة، طفلة تخترق إجراءات الأمن في مطار جنيف وتصعد للطائرة بلا تذكرة. أهلا بكم. في الوقت الذي تسلمت فيه 400 أسرة من أصحاب الدخل المحدود لمفاتيح منازلها في محافظة حضرموت، استولت ميليشيا الحوثي على مجمع سكني في الحديدة، ووفقا لموقع المشاهد نت، 150 شقة سكنية يستولي عليها الحوثيون في الحديدة. قال الموقع: تبخر حلم موظفي الدخل المحدود بمحافظة الحديدة في الحصول على إحدى الشقق في مشروع سكني بالحديدة، وشبه الموقع الموظفين بأنهم عادوا بخفي حنين، وأنه تم استغلالهم وخداعهم بأن الشقق خاصة بهم بعد أن قاموا باستيفاء جميع الشروط والوثائق المطلوبة، إلا أنهم فوجئوا أثناء قرعة المفاوضة بذهاب الشقق إلى غيرهم. وأضاف الموقع: لم يكمل عدد كبير من المشتركين مهزلة حفل تسليم الشقق الخميس الماضي بالحديدة، وغادروا معبرين عن استيائهم عقب إعلان الأسماء. وأكد الموقع أن عملية الاختيار كانت معدة مسبقا، وذهبت الشقق لمن لا يحتاجونها ويعيشون في فللهم الخاصة. وكشفت مصادر للمشاهد عن 150 شقة أو حجز 150 شقة في الدور الأول بالكامل لجميع العمارات بمدينة الصالح لقيادات عسكرية وأفراد من جماعة الحوثي الذين اشترطوا تخصيص شقق لهم مقابل السماح لهم بإجراء حفل السحب للمشتركين والحصول على الشقق. العديد من العناوين وردت في موقع المصدر أونلاين. مدينة التاريخ والقبيلة والسلاح تتلمس طريقها نحو المستقبل. وميدانيا، الأحمر يزور المواقع الأمامية للقوات الحكومية في نهم ويجتمع بقيادة المنطقة السابعة. وعنوان: مسؤول أممي يقول إن 17 مدنيا قتلوا بقصف للتحالف في صعدة ويطالب بالتحقيق. وفي موضوع متصل: التحالف العربي سنراجع عملياتنا وسنعلن النتائج حول ادعاء استهداف قواتنا لسوق في صعدة. وعنوان: إصابة 5 مدنيين بينهم طفلة بقصف للحوثيين شرقية وغربية مدينة تعز. في زاوية المقالات في الشأن المحلي، كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقالا نشره موقع أبابيل نت بعنوان: سقوط أخير كرسه لتناول التدهور الحاد للريال في الآونة الأخيرة. وقال ياسين: بسقوط الريال اكتملت حلقة السقوط، لم يعد هناك ما يمكن أن يسقط. هناك شيء واحد ينتظر الجميع، وهو غرق السفينة، فالعملة هي الربان الذي يظل يقاوم السقوط ليحمي الركاب من الغرق. أما وقد هوت إلى القاع بهذا الشكل المروع وعلى هذا النحو الذي سيطحن الناس فوق ما هم عليه من معاناة، فلا بد من التفكير بإعادة بناء المشهد بقواعد يتكامل فيها السياسي والاقتصادي والعسكري. أثبتت التجارب أن تفرد البندقية بالمشهد يقود في نهاية المطاف إلى الخراب، وخاصة عندما تمتد الحروب إلى آجال بلا نهاية. مثل هذا الانهيار لا يخرب شيئاً أكثر من تخريب عملية استعادة الدولة، وهو ما يخدم الانقلابيين بدرجة رئيسية بتصنيف الذين قاموا بالانقلاب بأنهم ممن لا تعنيهم الدولة في شيء، بقدر ما يعنيهم استثمار هذه الانهيارات في جني الثروات ونهب موارد البلاد وإدمان الحرب والفوضى. لقد تحدثنا أكثر من مرة بأن استعادة الدولة هي عملية مركبة ليست عسكرية فقط،
ولكنها سياسية واقتصادية وأخلاقية ومثال ونموذج ورؤية شاملة تستطيع أن تعيد بناء المشهد لتتجنب مثل هذا السقوط الذي يعصف بكل جهد على طريق استعادة الدولة. من عناوين موقع الوحدوي نت التي نطالعها لكم: هيئة الأراضي تعمل حاليا على تجهيز الدفعة الأولى من ملفات الفساد. قال الموقع إن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أكدت أنها تعمل حاليا على تجهيز الدفعة الأولى من ملفات الفساد المتعلقة بالاستحواذ غير المشروع على أراضي الدولة في عدن، تمهيدا لإحالتها إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق والمساءلة ومحاسبة مرتكبيها. وأضافت الهيئة في بيان أن العمل جار لاستكمال وثائق عدد من ملفات الفساد والتي طالت مساحات كبيرة من أراضي الدولة والمنطقة الحرة وبئر فضل والممدارة، بالإضافة إلى كشف عمليات تزوير للعقود والتلاعب بالمخططات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة. وأكدت الهيئة أن وجهتها القادمة ستتركز على إيقاف العبث بأراضي وممتلكات الدولة في عموم المحافظات وتصويب الاختلالات لتجفيف منابع الفساد ومافيا الأراضي. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم. تقرير أمريكي: تنامي النزعة الانفصالية يهدد شرعية هادي ويعرقل التسوية ومكافحة الإرهاب. وميدانيا: تعزيزات عسكرية لحسم المعركة في نهم والجيش يواصل تقدمه على 3 محاور. ومن مارب: الشرعية تهاجم تجمعات للميليشيا في وادي الربيعة. ومن تعز: تواصل المعارك في مقبنة ويختل والهاملي والميليشيا تقصف الشماسي والمطار القديم. ودبلوماسي أمريكي يقول: ندرك جيدا مدى خطورة التدخل الإيراني في اليمن. صالح الجبواني في الشأن المحلي كتب مقالا في شبكة صوت الحرية عن الرغبات التي تتحرك اليوم في الجنوب والمصالح التي تريد أن تحجز لها أماكن في الأرضية الهشة التي تقام. وقال الكاتب في أجزاء من المقال الذي سرده عبر مجموعة أفكار: لم يصنع جنوبا واحدا من المهرة إلى باب المندب طوال التاريخ سوى الجبهة القومية، وكانت صناعته هذا الجنوب لإعادته إلى سيرته اليمنية السالفة في عصور مضت. الوحدة وبالشكل الذي تمت به كأنها لم تكن بين دولتين، بل تتوج للهرج والمرج الذي ظل جاريا في الجنوب منذ 67، والذي كان على رأسه المناطقيون الذين يحاولون اليوم الهروب لما يسمى بالجنوب العربي. المهم أتم خلطة الوحدة كما حدثت، وهذه مسؤوليتهم. الحراك الجنوبي لم يستطع إعادة صياغة الجنوب الذي تفكك لمكوناته الأولية، ولم يستطع التوحد ولا لتوحيد الخطاب والهدف. نجح في المساهمة في إفقاد نظام عفاش الشرعية ثم السقوط، لكنه فشل في إيجاد البديل. المناطقيون الذين دمروا الجنوب ودخلوا في وحدة اندماجية فاشلة يريدون العودة للسلطة من بوابة ما يسمى الجنوب العربي. فهناك مع الأسف من يصفق مع رؤوسهم، إما بدافع الانتقام من مكونات اجتماعية أخرى أو طمعا في سلطة متخيلة. مشروع الستة الأقاليم هو الأصوب، فكل مكونات اليمن ستحظى بالمساواة في الحقوق وإدارة نفسها، وسيذوب المشروعان المناطقي والطائفي في الكيان الوطني، وسيظلان يصارعان للفوز كل بغنيمته، المناطقيون في الجنوب والطائفيون في الشمال. وهنا ستجد الأقاليم اليمنية نفسها أمام استحقاق تقرير المصير لكل منها، وهذا حق مشروع. لكن أعتقد أن المشروعين الطائفي والمناطقي قد استهلكا نفسيهما وهما في النزع الأخير، وسينتصر مشروع اليمن الاتحادي. ركزت صحيفة الأيام الصادرة في عدن على تدهور حياة السكان في محافظة ذمار، وأوردت الصحيفة حكايات ومآسي خلفتها سيطرة الحوثيين وتوقف المرتبات في ذمار. مستشار يتحول إلى عامل بناء، وكابتن الطائرة إلى بائع للقات، وأستاذ جامعي إلى بائع متجول للذرة. قالت الصحيفة: محافظة ذمار واحدة من المحافظات اليمنية التي استسلمت للأمر الواقع، وكثيرا ما خيم الحزن والظلم والخوف بين أبناء هذه المحافظة، وخصوصا بعد انقطاع رواتب موظفي الدولة التي خلفت الكثير من القصص والمعاناة.
قالت الأيام إن الفقر أحاط كل منزل يمني عدا منازل القيادات الحوثية، فكثير من الأسر اليمنية تعتمد اعتمادا كليا على الراتب ويعد مصدر دخلها الوحيد. وتورد الصحيفة نماذج لعدد ممن فقدوا أعمالهم، بينهم شعلان الأبرط والذي تحول من مستشار محافظة ذمار وأمين سر حزب التنظيم الناصري إلى عامل بناء يبحث عن قوت يومه له ولأسرته. وقالت الصحيفة إن شعلان قبل أن يصبح عامل بناء كان قد تعرض للاعتقال قبل أشهر من قبل الميليشيات الحوثية بذمار، وتلقى أشد أنواع التعذيب ولا زال يتلقى العلاج حتى اللحظة إثر الاعتقال والتعذيب. لم يقتصر الوضع على السياسيين فقط، بل طال كوادر جامعيين كبار كان لهم الفضل في تأسيس جامعة ذمار، منهم عبد الجبار قاسم رئيس أحد مؤسسي كلية الهندسة بجامعة ذمار، والذي اضطرت الظروف إلى بيع الذرة في عربة متنقلة وسط الشارع العام بذمار بعد أن قطعت الميليشيا راتبة. أما الكابتن الطيار مقبل الكوماني فقد تحول إلى بائع عقات في المحافظة ليكسب رزقه بعد أن تم إعفاؤه من عمله. ونشر الكابتن على حسابه في الفيسبوك صورا له مقارنا ماضيه بحاضره قائلا: كنت في ظل الجمهورية أعانق السماء، فضائي رحب، وها أنا اليوم أصبحت أعانق أكياس القات في دكان صغير لا تتجاوز مساحته مترا مربعا. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العربي الجديد تناولت المجزرة الجديدة التي ارتكبتها مقاتلات التحالف العربي في صعدة والتي أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وقالت بأنها جاءت ترجمة فورية لمقررات اجتماع الرياض الذي جمع القيادات السياسية والعسكرية للتحالف والقاضية بتجديد دماء الحرب والتمسك بحسم عسكري، أظهر 3 سنوات من الحرب حتى الآن أنه مستحيل التحقق بالنسبة لطرفي الحرب. وخلال أقل من 24 ساعة سقط ما يزيد عن 60 يمنيا مدنيا بين قتيل وجريح بغارات جوية للتحالف بالتزامن مع تصعيد عسكري يشمل أكثر من جبهة مواجهات. تضيف الصحيفة محافظة صعدة كانت الساحة الأبرز لأحداث القصف الدامية، حيث أعلن مصدر أمني أن أمني موالي لجماعة الحوثي سقوط 29 قتيلا وإصابة 28 آخرين جراء غارة جوية استهدفت فندقا في أحد أسواق مديرية سحار. وكالعادة جاء التعليق الأولي لقيادة قوات التحالف العربي بصيغة أنها تتابع باهتمام ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بادعاء استهداف سوق في مدينة سحار. ووفقا لمصادر من صعدة، الفندق الواقع في سوق الليل في المديرية كان مكتظا بالعمال وأصحاب البسطات والمحال التجارية، قبل ضربه بغارة جوية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى. صحيفة الخليج عنونت: الحوثيون يسرقون أموال اليمنيين ويستثمرونها في لبنان. وقالت في التفاصيل: قناة لبنانية أفردت تقريرا عن حجم الثراء الذي باتت تمتلكه قيادات من جماعة الحوثيين في الخارج من بينها بيروت، حيث لوحظ قيام الحوثيين بشراء عقارات ومبان وعمارات ضخمة وأراض بملايين الدولارات تجاوزت قيمتها أكثر من 600 مليون دولار في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت الخاضعة لسيطرة حزب الله، مشيرة إلى أن المستثمرين الحوثيين توسعت أنشطتهم التجارية إلى ما بعد الضاحية الجنوبية بعدما قام عدد من القيادات الحوثية بشراء عقارات وعمارات شاهقة وفلل بمبالغ طائلة تقع على ساحل بيروت في أحياء تجارية راقية. وتحدثت القناة عن الوضع المعيشي المأساوي والصعب الذي يعيشه اليمن وملايين من أبناء الشعب اليمني حاليا بسبب الحوثيين الذين اختلسوا مرتباتهم. وفي الشأن العربي كتب معن البياري في العربي الجديد مقالا بعنوان ضد وعد بلفور بالخيال أيضا، وجاء في المقال:
ليس اكتمال 100 عام اليوم على إشهار تصريح الوزير البريطاني آرثر بلفور بمنح اليهود وطنا قوميا لهم في فلسطين مناسبة فقط لتذكر تلك الجريمة، بل أيضا مناسبة لقراءة أرشيف أزعمة حق لليهود في فلسطين وطنا أو دولة لهم. ففيه كثير من العجيب الذي ينسف هذه المقولة، كما ورد عند الصهاينة الأوائل، ومنه أن فلسطين لم تكن موضوع هوس هؤلاء ولم يتطلعوا في الأساس إليها لإقامة دولة اليهود فيها. فهذا صاحب الفكرة الصهيونية الأول النمساوي تيودور هارتزل يدعو في مؤلفته الدولة الصهيونية الذي أصدره قبل عام من المؤتمر الصهيوني الأول في سويسرا عام 1897 إلى إقامة هذه الدولة في أي مكان، وحبذ بشيء من الحماس الأرجنتين لأنها واسعة وثرواتها شاسعة، بل أنه حاول حيازة موزمبيق والكونغو لهذا الغرض، وتحاور مع الإنجليز بشأن أوغندا فرفضوا، ثم قبل وفاته عام 1903 عرضوها عليه وتبناها دولة مؤقتة في المؤتمر الصهيوني السادس. صحيح أن الصهاينة طرحوا فلسطين خيارا في مؤتمرهم الأول، غير أن الإنجليز لو فعلوها وأعطوا الوعد بأرض أخرى لوافق أولئك ربما ما كان سيسقط تماما خرافتهم أرض الميعاد. وليس هارتزل وحده من اشتهى غير فلسطين، بل فكر ورثته له بغيرها بقبرص مثلا، كما أن منظمات صهيونية أوفدت بعثتين إلى ليبيا استكشافها إن كانت تصلح وطنا قوميا لليهود. وبحسب الباحث البحريني الراحل خالد البسام، اقترح صهيوني روسي بارز على الخارجية البريطانية البحرين قبل شهرين من إطلاق بلفور تصريحاته. من شبكة البي بي سي نطالع هذا العنوان: طفلة تخترق إجراءات الأمن في مطار جنيف وتصعد للطائرة بلا تذكرة. قالت الشبكة تمكنت طفلة صغيرة من اختراق الإجراءات الأمنية في مطار جنيف والوصول إلى طائرة وركوبها بلا تذكرة دون أن يكشف أمرها. وحاولت الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 7 سنوات الهرب من والديها، واتجهت إلى محطة جنيف المركزية للقطارات واستقلت القطار إلى المطار ومرت من كل البوابات وفقا لبيان المطار. وذكر البيان أن الطفلة تمكنت من التسلل من عمليات التفتيش الأمنية نظرا لصغر حجمها، وكانت تقف بجوار أشخاص بالغين وعائلات وتتحرك معهم. وقال المطار إن ما حدث مؤسف للغاية. المتحدث باسم المطار قال إن الفتاة غادرت من المخرج الفرنسي متوجهة إلى رحلة متجهة إلى فرنسا، وأثناء الفحوص الأمنية الأولية كان يعتقد أنها برفقة أفراد بالغين كانت تقف بجوارهم. وتمكن موظفو المطار من إعادتها عندما اقتربت من بوابة المغادرة، ولكنها تمكنت من الوصول إلى الطائرة من خلال التسلل إلى ممر يمكن الوصول إليه فقط لطفل من هذا الحجم. وفي أخبار صحيفة البيان المنوعة: خبر اكتشاف علمي من خارج مطارنا الأرضي. ناسا تكتشف 20 كوكبا قابلا للحياة. قالت الصحيفة اكتشف علماء فلك 20 كوكبا جديدا، ورجحوا أن تكون قابلة للحياة على غرار كوكب الأرض الذي نعيش فوقه. وأجرى اكتشاف الكواكب 20 بفضل مشروع كليبر، وهي مرصد جرى إطلاقه منذ أعوام عدة لتبين ما إذا كانت هناك حياة في مجرة درب التبانة. وبحسب العلماء فإن الكواكب 20 تتيح أفضل الفرص الممكنة للعثور على مواقع مفترضة للكائنات الفضائية. وذكرت صحيفة الإنديبندنت أن المناخ في الكواكب المستكشفة لا يختلف كثيرا عن نظيره في الأرض، لكن السنة أقصر مدة فيها في الغالب. تضيف الصحيفة الكوكب الذي يشبه الأرض إلى حد كبير أكثر برودة، ويكمن السبب في ذلك عن بعده عن الشمس. بالرغم من كونه أكثر برودة ثمة تشابه على مستوى الدفء بين أجزاء من الكوكب وأخرى في الأرض. وقال جيف كوفلين وهو قائد فريق في مشروع كيبلر عن الكوكب الشبيه بالأرض: إذا تقرر إفاد مركبة فضائية فلن يكون من الخطأ إرسالها إليه، وما يزال العلماء بحاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها، لا سيما أن مرصد كيبلر الذي أمد بالبيانات عانى من مشكلة تقنية.
في اكتشاف غريب، وكما تقول صحيفة القدس العربي، وجد علماء آثار في الهند وجود وحش بحري عاش في القصر أو في العصر الجوراسي، أي عصر الديناصورات. ووفقا لصحيفة الاندبندنت، فإن هذا الوحش ينتمي إلى الزواحف البحرية المنقرضة، وعاش منذ ما يقارب 152 مليون سنة. وتضيف صحيفة القدس العربي، تم العثور على هذه الحفريات النادرة بعد 1500 ساعة كاملة من أعمال الحفر وإيجاده سليما، لم تنقص منه سوى أجزاء من الجمجمة وعظام الذيل والزعنفة. وأظهر فحص أسنان الزواحف البحري أنه كان يتغذى على الأمونيات، وهو حيوان بحري غير فقاري ينتمي إلى طائفة الرأس قدميات. ويأمل الباحثون أن يساعد ذلك علماء المختصين في الحفريات على اكتشاف الطريقة التي انتشرت بها الحفريات البحرية في العالم. 100 يوم تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018. بهذه المناسبة نستعرض وإياكم مجموعة منتقاة من صور إرشيفية خاصة بوكالة كيتي للصور، وهي وكالة التصوير الرسمية للجنة الأولمبية الدولية والمنشورة في موقع شبكة البي بي سي. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.